الكسور الجهدية لجسم عظم الزنبوب. تتكون الساق من عظمتين، الزنبوب والشظية. الزنبوب هو الأكبر بين العظمتين، إنه العظم الحامل لمعظم وزن الجسم، وهو جزء مهم من تكوين مفصل الركبة ومفصل الكاحل. جسم الزنبوب هو الموقع الأكثر شيوعاً للكسور الجهدية، وقد تحدث أيضاً في الطبق الزنبوبي والكعب الأنسي. الكسر الجهدي هو إصابة ناتجة عن الإفراط في الاستخدام، حيث يتعرض العظم الطبيعي أو غير الطبيعي لضغط متكرر، مما يؤدي إلى حدوث كسور دقيقة. تحدث الكسور الجهدية في الساق بشكل أكثر شيوعاً بين الرياضيين الذين يشاركون في الأنشطة التي تتضمن المشي لفترات طويلة أو الجري أو القفز، وعند المجندين العسكريين. وتحدث أيضاً عند غير الرياضيين ممن لديهم إحدى عوامل الخطر لإصابة بهذا النوع من الكسور. يبدو أن العديد من العوامل المتعلقة بالنشاط تساهم في حدوث هذه الكسور، بما في ذلك التغيير في حجم التدريب أو شدته، الأحذية السيئة، والتضاريس غير المنتظمة أو الصلبة. انخفاض الكثافة العظمية والترقق العظمي هو عامل خطر لجميع أنواع الكسور، بما في ذلك الكسور الجهدية. وبالتالي فإن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين د والكالسيوم والبروتين مهم للوقاية. هناك فئة من الكسور الجهدية الناتجة عن ضعف في العظام تحدث بشكل شائع عند المرضى الذين يعانون من أمراض جهازية معينة كالداء السكري أو التهاب المفاصل الروماتيزمي، وعند المرضى الذين يتناولون أدوية معينة كالعلاج بالكورتيزون الفموي على المدى الطويل. قد تساهم السمنة أيضا في حدوث مثل هذه الكسور. الأعراض: في معظم حالات الكسور الجهدية في الطرف السفلي يكون هناك زيادة تدريجية في الألم المرتبط بالحركة على مدار عدة أسابيع وربما أشهر. يتفاقم الألم مع ممارسة أنشطة كالجري أو القفز، وفي نهاية المطاف قد يحدث أيضا مع الراحة. في بعض الأحيان يعاني المريض من زيادة مفاجئة في الألم في موقع الأعراض المزمنة الخفيفة، مما يشير إلى أن منطقة العظم المجهد بشكل متكرر قد انكسرت أخيرا. التشخيص: يشتبه في حدوث الكسر الجهدي في الساق بناء على قصة مرضية محية، وعادة ما يكون ذلك لدى مريض لديه عوامل خطر. يكشف الفحص السريري عن ألم عظمي بؤري يتمركز في منطقة محددة من الساق، وإيلام بالجس، وتورم موضعي. اختبار القفز على ساق واحدة الإيجابي موحٍ بقوة لوجود الكسر، يجب عدم إجراؤه إذا كان هناك شك في حدوث إصابة خطيرة. عدم القدرة على القفز على الساق التي تظهر عليها الأعراض لعشر مرات متتالية دون حدوث ألم شديد يعتبر اختبارا إيجابيا، ويدل على وجود كسر جهدي. على الرغم من أنها تفتقر إلى الحساسية والنوعية الكافية التي يمكن الاعتماد عليها في التشخيص، إلا أن اختبار الشوكة الرنانة الإيجابي يوفر أدلة داعمة لوجود كسر جهدي. يتم إجراء الاختبار بوضع شوكة الرنانة على منطقة الإصابة المشتبه بها. الألم في موقع الإصابة الناتج عن تطبيق الرنانة المهتزة يمثل اختبارا إيجابيا. يتم تقييم جميع المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بكسر جهدي في الساق في البداية باستخدام صور شعاعية بسيطة، علما أن الأعراض والعلامات تسبق ظهور نتائج التصوير الشعاعي بأسابيع. وبالتالي لا سيما في حالات الشك السريري الكبير لا يمكن للصورة الشعاعية الطبيعية أن تستبعد مثل هذا الكسر. يعد الارتكاس السمحاقي مع سماكة قشر العظم أو التصلب أو ظهور خط كسر واضح من النتائج الإيجابية. إن ظهور خط شفاف واضح على قشر عظم الزبوب الأمامي في الصورة الشعاعية البسيطة والذي يدعى الخط الأسود الأمامي المخيف هو علامة خاصة بالكسر الجهدي الأمامي للساق، والذي يعد من أكثر الكسور الجهدية الزنبوبية صعوبة في العلاج. بالنسبة للعديد من المرضى مع صور شعاعية بسيطة أولية طبيعية أو غير مشخصة، قد يختار الطبيب ذو الخبرة البدء بالعلاج بشكل افتراضي. ومع ذلك، عندما تكون هناك حاجة إلى تشخيص مؤكد وسريع كما هو الحال عند الرياضيين، يكون تصوير برنين المغناطيسي MRI حساسا ونوعيا بشكل كبير. التشخيص التفريقي: متلازمة الإجهاد الزنبوبي الأنسي أو التهاب السمحاق الزنبوبي. تتطور متلازمة الإجهاد الزنبوبي الأنسي عادة خلال يوم أو يومين بسبب زيادة الضغط على عظم الساق نتيجة لزيادة شد العضلات على عظم الزنبوب، مما يؤدي إلى التهاب السمحاق أي التهاب الغشاء الذي يغلف العظم.
في حين أن الأعراض الناجمة عن الكسر الجهدي تتطور بشكل عام وتزداد على مدى عدة أسابيع. تسبب متلازمة الإجهاد الزنبوبي الأنسي ألماً منتشراً على طول عظم الزنبوب. لا يوجد تورم أو ألم عظمي بؤري. على العكس من ذلك، توجد منطقة بؤرية محددة مؤلمة عند معظم المرضى الذين يعانون من كسر جهدي في الساق. سأتحدث بالتفصيل في فيديو لاحق عن متلازمة الإجهاد الزنبوبي الأنسي. الشد العضلي في الساق عادة ما يحدث بشكل حاد مفاجئ، في حين أن الكسور الجهدية تتطور بشكل تدريجي. إحدى الوسائل المهمة لتمييز الشد العضلي عن الكسور الجهدية هي أن الجس المباشر للعضلة يسبب الألم، في حين أن الجس المباشر لعظم الزنبوب لا يسبب الألم. متلازمة الحيز أو متلازمة الحجرات الجهدية المزمنة هي إصابة أخرى تحدث في الساق بسبب الإفراط في الاستخدام المتكرر. يمكن أن تكون أكثر خطورة من كسور الإجهاد، لأن متلازمة الحيز تنطوي على إعاقة الدورة الدموية في تلك المنطقة بسبب الضغط الداخلي الذي يتراكم في كل مرة تمارس فيها الرياضة. تشمل أعراض متلازمة الحيز الجهدية المزمنة الشعور بالحرقان أو الألم أو التشنج في أي جزء من الساق المصابة، وتزداد هذه الأعراض سوءا مع ممارسة التمارين الرياضية. يمكن أن تسبب أيضا الشعور بالضيق أو الخدر أو الضعف. العلاج: التوقف عن ممارسة الأنشطة البدنية وخاصة الرياضة أو النشاط الذي تسبب في وقوع الكسر. لتقليل تحميل الوزن على الطرف المصاب حتى يتم الشفاء، قد يحتاج المريض أيضا إلى عكازات لتقليل تحميل الوزن على الطرف المصاب حتى يتم الشفاء. نادرا ما يكون تثبيت الصارم ضروريا في علاج الكسور الجهدية ما لم تكن هناك حاجة لتخفيف الألم بشكل كاف. وضع الثلج أو الكمادات الباردة على العظم المصاب. طوال فترة العلاج نقترح تناول كمية إضافية من الكالسيوم وفيتامين دي يوميا لضمان شفاء الكسر. أثناء شفاء الكسر الجهدي قد نوصي باستخدام أجهزة تحفيز العظام، والتي قد تساعد في تسريع عملية الشفاء وتحفيز نمو العظم. قد يساعد العلاج الطبيعي في الحفاظ على قوة العضلات ومرونتها خلال فترة الراحة. يجب فحص المريض كل أسبوعين إلى 3 أسابيع لمراقبة التغيرات في الأعراض وتقييم التحسن. لا تكون الصور الشعاعية البسيطة ضرورية للمتابعة إلا إذا فشل المريض في التحسن مع العلاج. اعتماداً على الإصابة، يمكن أن يختلف وقت الشفاء من 4 إلى 12 أسبوع أو أكثر بدءاً من وقت البدء بالعلاج. وعندما يتعافى المريض من الألم، يزيد من نشاطه تدريجياً وببطء. غالباً ما يتم علاج المرضى الذين يعانون من تأخر الشفاء أكثر من 9 أشهر جراحياً. يعد التسمير داخل النخاع هو التدخل الجراحي الأكثر شيوعاً، ولكن يمكن استخدام طرق بديلة كالصفيحة الأمامية الضاغطة.